يلا شيخ، يلا شيخ نطبخ، يلا 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 بس عاد اذا اكلتوا ادعوا لي الله يجزاكم خير. يلا يلا اكيد اكيد شيخ، يلا حياك شيخ. بسم الله. حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا، حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خير يا شيخ نبيل، والله جهزت كل شيء. هذا المطبخ وانت موعدنا بالطبخ، بس شو اللي غيرك؟ شو اللي غيرك؟ غيرني والله، تعرف يا شيخ نبيل المطبخ له لباس، غرفة النوم لها لباس، الدوام لا خطوة، انت كويتي يا اخوي. اه صح، الشعب السعودي هذا حق الطبخ. انا دائما اقول لهم بتعلم الشياكه يروح الكويت. انا شخصيا اول مرة اشوف ثوب جينز. ثوب جينز شو يعني؟ لا 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 كشخة كشخة كشخة، خاصة مع الشماغ. ان الله جميل يحب ايش؟ جمال جمال جمال، اصماغ الطبخ هذا. جلت امان. يلا بسم الله، ورنا ورنا الشغل يا ابا احمد. تكفى انت عليك البصل، الله اكبر، قطع البصل. يلا 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 تعال، انا بس الشيخ نبيل. لا الشيخ نبيل، انا سمعت مره حكمه او مقوله انه اللي يقشر البصل وياكل لبان ما يدمع. سبحان الله. اي نعم، حكمة جديدة. جرب الان، جرب. خذ الحكمة من اهل اليمن. نعم. الايمان يمان. الايمان يمان والحكمة يمان. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ مغسلين الطماطم كل شيء. كل شيء غاس. اي نعم. مغسول. بس شيخ في البيت تطبخ ولا بس؟ والله يا ابو شيخ نبيل ابشرك الحمد لله، يعني لو تسال عيالي قل لهم يعني. بس وخر هذا عني. لا طيب. لا لا الحمد لله ابشرك، انا مطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. ما معك سكينة ذولي؟ انتظر انتظر انتظر. لا لا خليك معنا جل. بس انا ما ادري يا شيخ نبيل، انت تسالني السؤال وانت اولى بهالسؤال، هل انت تطبخ عند اهلك؟ بصراحه والله انا اطبخ، بس يعني مو مثلك، يعني ماني طباخ مثلك ماهر، يعني مع كورونا كذي على الخفيف. مكرونه بالبشاميل ولا بدون؟ لا لا ما احب البشاميل. ليش؟ ما احب. اه والله يا شيخ نبيل جربها. جربها شو مو مجربها؟ لا صحيح والله ما شاء الله تبارك. لا لكن يعني اخر مره طبخت بامانه صدق والله فتره، صار لي فتره يعني كم، 10 سنين؟ لا اقل اقل اقل. وانت يا اقل انا اعترف بشهرين. اعترف. لا بس بس لا لا بعيده بعيده اعترف. بس انا في الغالب اطبخ في الرحلات لما اكون في الرحلات. اهلك في الرحلات ولا اصحابك؟ انا طبخ جيد بس في الرحلات. مع اصحابك ولا مع اهلك؟ لا لا مع اصحابي مع اهلي. في الحديث الصحيح يقول تقول عائشه كان صلى الله عليه وسلم في حاجتنا فاذا حضر الصلاه خرج فصلى. الله. وتقول عائشه كان صلى الله عليه وسلم يقطع اللحم، يقطع اللحم ويحلب الشاة، وانا برا ان شاء الله بحلب العنز. جايبين عنز؟ جايبين لك عنز. اهو نحلب العنز، لان هذا ادرس عليه وسلم. ذكر اهل العلم ان من اقوى ما يعلم الانسان التواضع وحسن الخلق الخدمه. الله. ان يخدم في بيته. في بيته مع زوجتك. اي نعم، مع زوجتك مع اولادك. خيركم خيركم الاهل. تقول لها يوم ميش، انت ام احمد زوجتك. اي نعم. وانت ام ايش؟ ام علي. ام علي اقعد يوم علي، اليوم خميس. اليوم جمعه اجازه، اليوم سبت اجازه، زين؟ اقعد ترى اليوم علي الغداء. الله يخلي خدامك. ولا لا 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 اكيد لا طعم لا طعم. لا لا خلي يكفي ان لما تطبخ مثلا زوجتي انا اطبخ لها تقول لك الكلمه الحلوه يا الله من ايدين ما نعدمهاش. الله حركات. ايش رايك؟ وبالكويتي ايش يقولون؟ بالكويتي تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم ايدك على طول. وباليمني تسلم. الله الله الله. على فكره على فكره على فكره سمي حبيبي، انا على يقين ان هذا الطبخ غلط. ليش؟ اول حاجه تسوي الزيت والطماط لما الزيت يا يستوي. حبيبي حطيناه الان، الان نحط الزيت. الله يجزاك خير. اخ الطبيب هذا. لا هذا عندكم في اليمن، هذا اختراع صح؟ عندنا في السعوديه غير. ما شاء الله ما شاء الله. اوه لا لا تبي تاكل عجب، تبي يعني تاكل عجب. هذا ما شاء الله بس شكله بيجيب تسمم. طب لا يا شيخ تاكل لا تاكل مو طبعا احنا ما كثرنا هذه، هذه عشان انكم عجنين يا شيخ نبيل. هذه ترى شويه احنا قلنا فرين ثلاثه بس، ولا الباقي ان شاء الله. انا شخصيا صايم. لا 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 عطنا بيض، عطنا بيض صايم. اصبر الله يرضى عليك وافطر معنا. يعلم الله اني صايم، صايم عن هذا البيض، عن هذا البيض. اصبر 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 الله يرضى عليك. انا متبرع بنصيبي حق. لا لا حرام عليك والله انك مخترع. لا لا والله ترى تحسبونها هينه ذي. لا 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 ولهذا انا عندي اثار اثار لاخو يوسف الانصاري. لا 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 ترى والله هذا ترى قدح في طبختي. شم الريحه يكفي. طفينا النار شيخ. شم بالله يا شيخ نبيل شم. يا ليت المشاهد يشم الريحه. لا المشاهد مع الكاميرا ان شاء الله، مع الكاميرا هو شاهد الكاميرا الان. المشاهد يتعذب يتعذب الان فقط نظر بس. اتوقع شيخ زوجتك وعيالك لما يشوفونك بالمنظر الحب يزداد والتعلق يزداد والالفه بين البيت. لا تحرك شجوني انا طلع حساس بعد شويه هناك جياشه عرفتي مره جياشه جياشه.
الشيخ جميلان انا بعد شوي بسالك تبكي انت في يعني مره بحياتك بكيت؟ اي والله لا تجاوبني بعدين هذه بينها جلسه خاصه لما دخل غبار. خيركم لأهله وخيركم أنا، هكذا الحبيب زفى هديه لنا وفضله دانا. البصل ما استوى ولا البصل هذه خطة الطبخ، خدعة هذه يسمونه نص استوى. حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا. تسلم شيخ سليمان على الشكشوكه اللي سويتها، تسلم ايدك صراحه. حلوه ولا مو حلوه؟ حلوه بس كنا الملح يقولون زايد. انا قلت لك انا قريت في كتب الاشوريين وكتب الاغريق ان الملح يخفف البرد. ولا نشوف هالبرد شلون؟ ثقافه عاليه بس للحين برداني احنا. اي لان انتم ما قلتوا اكلتوا شويه تركتوا. كيف قريت في الاشوريين والاغريقيين تفهم اللغات هذه؟ لا اقول لك كتب الاغريقيين والاشوريين واليونان هذه قريتها مبطي ولا ادري هي عاد صحيحه مي صحيحه. ان الملح يمتص البروده، فانا في المطبخ تطلعون برا صح؟ فسويت الملح شوي، ولا مصورين ومخرجين كلهم ذاقوا وقالوا لذيذه. انا اكلت بس استبرت اكثر. انا شخصيا اشعر بالبردي. والله يمكن انك ما اكلت واجد. لا انا اكلت ولا والله شكشوكه محترمه لقمتين. يمكن العله في الملح نفسه مو في الملح. لا عاد الملح ترى لو زود المويه شوي راحت، لكن الاصل سين الطبخه. بس على فكره نسمي الشكشوكه اللي شفناها مع الشيخ اختراع. بس الحمد لله جزاك الله خير يا ابو احمد. لما حط كل شيء في نفس اللحظه اختراع. وكم اخذت؟ ترى 3 دقائق. شفت؟ اي ما شاء الله انجاز. هذا انجاز. انجاز ليش؟ لانه مستعجل يقوم يروح الدوام ومشغول طوالي بسرعه حركه بسيطه. الحمد لله شفت يعني ارجونكم يعني لا اخر شيء تجوعوني اخر شيء لا والله ممتاز. زاك والله ديك ابو احمد زاك الله خير وبعدين اروح سلم ما عاب طعام قط. اي نعم صح. لا احنا ما عبنا الطعام نفسه. طيب خلاص الله يهديك. عندنا الملح بس. جزاكم الله خير. شيخ عبد القادر، كان عندك نشيده في الزوجه اللي تعاتب زوجها. في بعض الازواج اول شهر ما شاء الله عليه ما في مثله مثالي، ثاني شهر يعني تتغير المعاملة، يغير بعد الدكة. الحمل ما هو الزوج أي. بعد الولادة يمكن ما يعترف فيها أصلا يعني أي. في بعض الأزواج يتغيروا مع الزمن. أنا عندي قصيدة محافظة في التلفون. أنا الزوجة يا أبو أحمد ولا عمنها ولا الزوجة؟ الزوجة تعاتب الزوج أظن. أي فيها عتاب. من اللي يعاتب الآخر؟ الزوجة تعاتب زوجها. يعني ما ضبط الشكشوكة ولا شنو؟ فين الكلام الحلو أيام الزفاف؟ لا الشكشوكة خلصت. أي طيب خلصت. اخشى انه يصير دق على الشكشوكه. انا ما ادري والله. لا هذا الشكشوكه راحت خلاص. لما ايها الغالي تخلف بيتنا نهب الاسى ودفنت روح شبابي، اين العبارات التي زخرفتها يوم الزفاف وأين لين خطابي؟ يوم الزفاف أين ادعاؤك للوفاء وأين ما أعطيتني من موعد خلابي؟ يا عابثا بمشاعري يا باخلا بسعادتي يا متقنا غضابي. لما أيها الغالي سجنت بلابلي وغدوت تسمعني نعيق غرابي وتركتني في درب حزن ينتهي بخطايا سر داب إلى سردابي. يا الله يا الله. أحسنت. والله قاعد أنا أشعر بشعور كثير من النساء. يا الله. اللي للأسف بعد ما حملت له وأنجبت له الأولاد وسوت له أعطتها كل حياتها، في النهاية نسى هذا كله ورماها وراء ظهري.